سفر الحكمة الحقيقة من الأسفار الجميلة اللي ليها مكانة خاصة في قلوب أو في قلب الكنيسة، وبالأخص الكنيسة الأولى، وفي كتابات الآباء نلاقي في سفرين من الأسفار اللي بيسموهم حاليا القانونية الثانية مهمين، وليهم يعني في اقتباسات كتير منها، اللي هو سفر الحكمة وأيضا سفر يشوع ابن سيراخ. الاثنين متكاملين مع بعض. سفر الحكمة يقدم لنا صورة حية كيف يعيش الإنسان حكيما، وكيف يحمل الحكمة الإلهية في أعماقه، وإزاي يتهلل بهذه الحكمة. سفر يشوع ابن سيراخ يكمل سفر الحكمة، لأن يقدم لنا يعني تلامس واقعي عملي في كل تصرف، يعني لدرجة ممكن يتكلم في دقائق الأمور، إزاي الواحد يعيش، إزاي يتعامل مع الإنسان الغني، إزاي يتعامل مع الإنسان الفقير، إزاي يتعامل مع الإنسان الغضوب، إزاي يتعامل مع الإنسان الوديع إلى آخره. فأرجو أن ربنا يدينا نعمة نتكلم عن سفر الحكمة النهاردة. ما يشغلنا في سفر الحكمة مش مجرد تفسير للسفر، لكن الجميل في هذا السفر أن يقدم لنا إيه مفهوم سفر الحكمة، إيه مفهوم الحكمة نفسها، وكيف نقتنيها، وإزاي نتمتع بالمسيح رب المجد بكونه حكمة الله، وإزاي نتلامس مع الثالوث القدوس ونتذوق ونختبر الحياة العملية في الشركة مع الله. فسفر الحكمة يمكن احنا خدنا فيه في اسكندرية مدة طويلة، يمكن قرب سنة ندرس سفر الحكمة، والحقيقة بعتبرها من أجمل الفترات اللي أنا عشتها، لأن حسيت في دراسة سفر الحكمة التهاب داخلي في القلب واشتياق، إن إذا كان الحديث عن الحكمة مفرح، أمال اقتناء الحكمة يبقى شكله إيه؟ وإذا كان اقتناء الحكمة ونحن على الأرض مفرح ومبهج للنفس، فكان بالأكثر لما نتقابل مع رب المجد يسوع حكمة الله، زي ما بيسميه معلمنا بولس الرسول، هو حكمة الله وواهب الحكمة، ويقدم لنا إزاي نتمتع بالشركة معه. سفر الحكمة في لمسات معينة هنركز عليها بتمس حياتنا وعملية وواقعية. البعض بيرى ان كاتب سفر الحكمة هو سليمان، اللي هو كان في حوالي سنة 970 ل 931 قبل الميلاد، وكان المثل الحي العملي للإنسان الحكيم اللي لم يطلب من الله لا مال ولا غنى ولا كرامة ولا نصرة على الأعداء ولا مجد في العالم، ولكن ما كان يشغله باستمرار أنه يلتقي أو يتمتع بالحكمة الإلهية. في الأصحاح التاسع نلاحظ، لو درسناه دراسة بهدوء نكتشف أن الكاتب هو سليمان، لأنه قال أن ربنا اختاره أن يكون ملكا وقاضيا، وأنه هو اللي أمره ببناء هيكل للرب. سفر الحكمة، مش عايز أتكلم عن تفاصيله، سماته وارتباط يعني والأمور الدراسية بتاعته،
لكن أحب إن احنا ناخد في سفر الحكمة الواقع العملي، زي أعيش حكيم وزي أتمتع بالحكمة. السفر ينقسم إلى ثلاث أقسام مهمين، والثلاثة غاية في الروعة. الجزء الأولاني الست صفحات الأولى يكلمنا عن إيه هي الحكمة، ويربط ما بين الحكمة والبر، ويربط أيضا بين الجهالة والخطية أو الشر. فالإنسان الحكيم مش مجرد إنسان عنده خبرة في التصرف، أو إنسان يعرف يدبر الأمور سواء أموره الخاصة أو أموره الأسرية أو أمور الكنسية أو أمور المجتمع، لكن الحكمة هي التمتع ببر الله، فيعيش الإنسان حامل روح الله في داخله ويسلك بهذا الروح الإلهي. في الأصحاح 7-9 تعتبر من أروع الأصحاحات، هنتكلم عنها بشيء من الاستفاضة، لأنها يكلمنا مدى عظمة الحكمة. والجمال في الأصحاحات دي تدي نوع من الرجاء العجيب، أو أقدر أسميه عظمة الإنسان. في فرق بين عظمة الإنسان وبين كبرياء الإنسان، حتى دي مهمة هخليها لما نتكلم عنها بعد شوية، لأنه كثير من الآباء اهتموا جدا بموضوع أن الإنسان يعرف نفسه قد إيه هو عظيم في عينين ربنا، عظيم في عينين السمائيين، عظيم في عينين الكنيسة نفسها، وإن الإنسان لا يستخف بنفسه أو لا يسقط فيما نسميه صغر النفس. ودايما حتى في صلواتنا في القداس نقول نجينا من إيه؟ من ضمن الحاجات الصعبة، من صغر النفس، اللي بيسموها بتوع علم النفس الإحباط. لأي إنسان محبط، للأسف كثير من الناس حتى القيادات الكنسية أحيانا بعضها تلاقي يقول لك الدنيا كلها سودة، العالم في الشرق وحش وفي الغرب وحش، ومشاكل في الكنيسة ومشاكل في البيت ومشاكل في الجسد ومشاكل في العمل. هنشوف قد إيه الإنسان اللي بيرتبط بالحكمة يرتفع فوق كل هذه الأمور لكي يعيش متهلل بالروح، سعيد بخلقته. ودي تذكرني، ما مش أنا مش برتبط بمنهج كده وعصي مش مبدئي، لكن يهمني الجانب العملي الروحي الحي. أذكر من حوالي عدة شهور أم جابت لي ابنها سنه يمكن ما يزيدش عن 9 سنين، 9-10 بالكثير، وقالت لي أبونا ابني ده في حالة إحباط، مخللنا البيت كله جحيم. عيل صغير 9 سنين. أخذته على جنب كده قلت له إيه رأيك، أخبارك إيه؟ قال لي قرفان وزهقان ومتضايق. قلت له ليه؟ مش ربنا حلو وخلقك ودالك العالم الجميل ده وبيحبك؟ قال لي هو لو بيحبني كان يجيبني في العالم المقرف ده. قلت يا ربي إذا كان في سن 9 سنين قرفان من العالم، ولا ما يكبر ده هيقول إيه؟ طبعا دي ثمرة اللي بيشربوا سواء من البيت أو أحيانا من الكنيسة أو من الأصدقاء أو المجتمع اللي محيط به. فميزة سفر الحكمة أحب أنه ما يكونش موضوع دراسة مجرد قعدتين نقعدهم مع بعض. عشان كده أنا قدمت لكم الكتاب الصغير ده، نفسي تدرسوه، لأنه مهم جدا أن ينزع من الإنسان المسيحي أي إحساس بالإحباط أو بصغر النفس، ويعلمنا إزاي ندرب ولادنا يعتزوا بأنفسهم. يعتز بنفسه مش معناه متكبر أو متعجرف، لكن حاسس أنه إنسان الله، أنه هو إنسان الله اللي من أجله إلى الله نفسه نزل، زي ما بيقول القديس مري يعقوب السروجي، نزل وأخذ شوية تراب
وأقامني أو خلق آدم من هذا التراب. ولما بوظت الصورة نزل وقدم صليبه من أجلي أو بذل ذاته من أجلي. فمهم في دراستنا لسفر الحكمة نكتشف هذه الحقيقة، إني إنسان الله العظيم في عينيه اللي ليه رسالة خاصة فريدة مختلفة عن رسالة أي إنسان آخر في العالم من آدم إلى آخر الدهور. حتى دي بتشغلني كتير، وأذكر في من حوالي فترة كده يمكن سنة أو أكتر شوية، قعدت كنت بحب أقرأ كتير في مار يعقوب السروجي، ونزلت كتاب اسمه عظمة الإنسان عند القديس مار يعقوب السروجي. هو الحقيقة أكتر اتنين كتبوا عن عظمة الإنسان هو مار يعقوب السروجي والقديس إغريغوريوس أسقف نيسس، لكن طبعا كل الآباء اتكلموا عن عظمة الإنسان بيكونوا صورة الله. الحاجة التالتة أن الأول الحث إيه هي الحكمة وارتباطها بالبر والدعوة نقتنيها من الست أصحاحات الأولى، وبعدين الثلاث أصحاحات اللي بعدهم من 7-9 إيه عظمة عظمة الحكمة وإيه عظمة الإنسان حينما يقتني حكمة الله. الجزء الثالث الحقيقة دراسة رائعة جميلة. يمكن أنا لما درست سفر الحكمة أمور كتيرة، لما قريت سفر الحكمة 10 أصحاحات الأخرانيين من 10-19 بديت أفكر جديا، بس طبعا السن عدى بيا والوقت خلاص، أن لازم أعيد كتابة تفسير العهد القديم، لأن سفر الحكمة كشف عن نقطة خطيرة ومهمة، وهي عناية الله أو رعاية الله عبر التاريخ وحبه من خلال حكمته الإلهية المحب لكل البشر، ليس فقط لشعب الله في العهد القديم، ولكن حتى قديما كان يهتم بجميع الشعوب، حتى الشعوب الوثنية، حتى في لحظات التأديب. فالحقيقة ثلاث أقسام أروع من بعض وما ينفصلوش عن بعض، والتلاتة يدفعوا الإنسان إزاي يتمتع بحكمة الله ويدرك رسالته كإنسان الله. هاخد لقطات صغيرة كده على قد ما أقدر. فنبتدي بالجزء الأولاني 6 أصحاحات الأولى، إزاي يربط بين الحكمة والبر. يقول إيه؟ يقول أحبوا البر يا أيها الذين يحكمون الأرض، وفكروا في الرب تفكيرا صالحا، والتمسوه ببساطة قلوبكم. الآية الأولى من الأصحاح الأولاني، لأنه يكشف نفسه للذين لا يجربونه ويتجلى للذين لا يرتابون فيه، فإن الأفكار المعوجة تبعد عن الله، وقوته إذا امتحنت تخزي الأغبياء. إن الحكمة لا تدخل النفس الخبيثة ولا تسكن الجسد المستعبد للخطية إلى آخر. هنا طبعا إن الحكمة لما بيقول فإن الأفكار المعوجة تبعد عن الله، قبلها لأنه يكشف نفسه للذين لا يجربونه، كلمة لا يجربونه بيش يعني لا يختبروه. في ناس غاويين جدال مع ربنا مش حوار مع ربنا. ربنا يحب الواحد اللي يحاوره، زي إبراهيم لما قال له أديان الأرض كلها لا يصنع عدلا، لكن في حب وفي شوق لمعرفة الحق. وبين شعب بني إسرائيل لما كانوا يجربوه ودايما عنيدين، كانوا عنيدين بالنسبة ليه ودايما متزمرين في تمرمر كده ومرارة جواهم، دايما عينيهم بتشوف كل حاجة سودة، مش شايفين حاجة حلوة في ربنا. فبداية السفر يقول أحبوا البر، وبعدين يقول الحكمة لا تدخل النفس الخبيثة ولا تسكن الجسد المستعبد للخطية. ليه؟ لأن الحكمة
هي اقتناء حكمة الله اللي هو المسيح. فجوه في القلب مش ممكن في شركة بين النور والظلمة، وما فيش خلطة بين المسيح وبليعال، وما فيش أي انسجام بين الحياة ببر المسيح والحياة بشهوات الجسد أو الاستعباد للخطية. يقول أحبوا البر يا أيها الذين يحكمون الأرض، وفكروا في الرب تفكيرا صالحا والتمسوه ببساطة قلوبكم. أنا بتعجبني كلمة يمكن ما تخطرش على بال الكثيرين، وهي كلمة الذين إيه؟ يحكمون الأرض. الذين إيه؟ يحكمون الأرض. إيه يعني الذين يحكمون الأرض؟ في ناس يحكموا الأرض وفي ناس الأرض تحكمهم. في ناس الأرض، احنا دايما نقول أعطانا سماء جديدة وأرض جديدة. فين السماء الجديدة؟ أعماق اللي جوه، ملكوت الله في داخلي. والأرض الجديدة اللي هي إيه؟ الجسد بتاعي. بزعل لما يجي واحد يقول لي أبونا أصلي بقرف من جسدي، جسدي ده مؤلم. ده الجسد اللي أخده المسيح. يمكن قبل ما يجي المسيح كان من حقنا نقول إيه الجسد المؤلم ده، لكن ده شاركني في الجسد بتاعي. فأصبحت لما أبص لجسمي ده الأرض اللي أنا أحكمها، لأن إلهي ساكن جوايا، حكمة الله جوايا، فيصبح هذا الجسد تحت تصرفي، مش أنا تحت تصرف الجسد. أذكر كده زمان قال لي واحد قصة كده، يعني هي طبعا يمكن كانت فيها شيء من الجوكينج، لكن هي يقال أنها حقيقية. لما كان أحد الحكام الوحشين يسود مصر، فلقي واحد كان الحاكم أو حد من بتوع الحكام يعني راكب الحصان، وجنبه حصان صغير البيبي بتاعه يعني أو الصغير بتاعه. فالحاكم أو القريب الحاكم هو ماشي لقي واحد كده، هو الواحد ده كان تعبان ومرهق، فصلى وهو طالع قال له يا رب مش ممكن تبعت لي حد يسندني؟ فهو ماشي لقي الأخ ده، فالأخ ده ندهله كده وقال له تركب الحصان الصغير، تشيله يعني بدل ما يركب الحصان يخلي الحصان يركبه. فرفع عينيه كده وقال له يا رب أقول لك تريحني تجيب لي الحاجة الصعبة. هي طبعا قصة يمكن غريبة شوية. فراح الزيارة اللي زي بيزورها، فصاحب البيت بيقول له ممكن تصلي لي تصلي معايا؟ قال له فقال له يا ربي فلان ده ابنه، يا ريت تاخده وتريحه منه. الراجل استغرب قال له مالك؟ ايه اللي بتقوله ده؟ قال له اصل النهاردة ربنا بيسمع بالمقلوب. انا قلت له ريحني جاب اللي اركبه. طبعا قصة يمكن مش لطيفة، لكن ده احساسنا احيانا انه بنركب الجسد على النفس بدل ما النفس تركب الجسد. بدل ما الجسد يبقى معين للنفس البشرية واقول له يا رب اشكرك على الجسد ده اللي بيعمل مطانيات يسند النفس في الاتضاع، والجسد اللي اديتني فيه عينين تقرا الكتاب المقدس تفتح لي ابواب السماء، والجسد اللي اديتني فيه عاطفة تحبك بيه وتحب السمائيين وتعيشنا كده في السماء. فيشعر الإنسان حواسه وعواطفه وطاقاته ومواهبه وكل أعضاء جسده لخدمة إيه؟ لخدمة ملكوت الله اللي في داخله. فده نسميه يحكم الأرض. فأحبوا البر يا أيها الذين إيه؟ يحكمون الأرض. لكن اللي يخلي الأرض تحكمه يبقى إيه؟ عينيه تبص للشر وتحرك النفس للشر، أو تجيله حتة عاطفة من ناحية حاجة معينة فتشوه
أو تخلي الفساد يحل حتى بالجسد. ولذلك يقول لأنه يكشف نفسه للذين لا يجربونه. يعني الناس اللي ما بينكفوش في ربنا ليقف كده يقول له رب أنا بحبك وأنا بشتاق لك وأنا بفرح بيك حتى ولو كان فيا ضعفات، لكن مين يسندني غيرك؟ مثل هذا الإنسان يشرق ربنا عليه حتى بالأسرار الإلهية. فزي مين؟ زي شخصية أليشع. أليشع ده يقعد في أوضته كده، وبعدين وهو قاعد في أوضته يبص يشوف ملك آرام بيخطط ضد الشعب بتاعه، وقاعد جايب قائد الجيش والمشيرين وقاعدين يخططوا، وربما بيعملوا خريطة إذا كان في وقتهم في خرائط ويقولوا نعمل كذا ونفاجئهم بكذا. يفاجأ الملك، ملك أرام يفاجأ إن ملك إسرائيل ما عدى، ما راحش المنطقة دي. كررت مرة واثنين وثلاثة، فنادى الرجالة بتوعه في مين فيكم خائن للوطن؟ قالوا له خائن إزاي؟ قال مين بيطلع أسرارنا؟ اللي بنقوله هنا في الأوضة بيوصل لملك إسرائيل. فواحد منهم قال له يا جلالة الملك انت يسر مش فاهم الوضع. قال له إزاي؟ قال له عندهم راجل وهو في أوضته يشوفك وانت في مخدعك بتعمل ايه، ويعرف جوه أفكارك في ايه. قال له ايه؟ قال له اه في واحد اسمه أليشع رجل الله، كل حاجة كشفها له ربنا. قال بسيطة، نجيب رجل الله وده نحبسه هنا ونخلص منه. لما الشونامية ساعدت أليشع وعملت له علية واهتمت بيه وغيره، فرب عن طريق صلوات أليشع النبي جاب ابن، وبعدين ربنا أخذ هذا الابن. فيقول الكتاب ايه؟ إن أليشع قال لجحزي ايه؟ قال له اتركها، هي جاي تمسك في رجلين أليشع عشان يقوم لها ابنها، فزجرها. قال ايه اللي بتعمليه ده؟ في ست تمسك رجلين النبي؟ فجاي يدفعها بره، قال له اتركها سيبها لأنها مرة النفس. وربنا أخفى عني الأمر. وربنا إيه؟ طب أنت طلبت من ربنا هو ما لا وهو ما عرفكش؟ قال لا، أصلحنا أصحاب أنا وربنا، فما بيخبيش عني حاجة. لكن المرة دي هو خبى عني الأمر، زي ما كنت بقول امبارح، لأنه ماري إسحاق السروجي، ماري يعقوب السروجي بيقول لو فتح عينيه وشاف الملاك نازل، كان أول ما شافه نازل ومن بعيد كده وهو رايح في شونم وده قاعد في المسكن بتاعه، كان قال له ما تتحرك استنى. في إيه؟ قال له ما تاخدش نفسه، ده ربنا قال لي خد نفسه. قال له طب ما هي مش أنا هجيب لك إذن من ربنا. فما كانش حقيقي هياخد نفسه. ربنا عايزه ياخد نفسه علشان أليشع يقيم هذا الايه هذا الميت، فيتمجد الله بإقامة الميت أفضل من يتمجد بأن يوقف عملية الايه موت هذا الصبي. فأولاد ربنا يقول لأنه يكشف نفسه للذين لا يجربونه ويتجلى للذين لا يرتابون فيه. على رأي ذهبي الفم يقول لك ايه؟ الواحد يقول يا ريتني يا ربي كنت في ايام ما انت نزلت هنا، كان الواحد شافك واخذ من ايديك ساعة ما اشبعت الجموع، وكان اتمتع بيك، وكان زي ما عامل زكى العشار طلعنا على شجرة ونشوفه، ولا زي الكنعانية لمسنا اللبس بتاعك. فذهبي الفم بيقول مالكم بتطلبوا الطلبات دي؟ طب ما هو بين ايديك، ما انت بتاخد جسده ودمه، ما انت بتتقابل معاك وهو يشتاق يشرق بنوره عليك ويتجلى في اعماق قلبك. احبائي، الحكمة بتخلي ايه؟ بتخلي الانسان زي ما شفنا يحكم الارض، وبالتالي يكشف ربنا نفسه لينا ويعرفنا اسراره
ويتجلى جوه أعماق قلبنا. شوف في الآية 6 في الأصحاح الأولاني يقول إيه؟ إن الحكمة روح محب فلا يبرئ. إن الحكمة روح محب فلا يبرئ المجدف على أقوال فمه، لأن الله شاهد لكليتيه ورقيب صادق لقلبه وسامع للسانه. إيه يعني؟ قال عايز تتمتع بحكمة ربنا، إيه الشرط؟ حب. وحب مش بالإيه؟ مش بالعاطفة المجردة، عينيه لأن الله شاهد لكليتيه. دايما في العهد القديم يبصوا للكليتين على أنهم إيه؟ مركز العاطفة ومركز الحب، ويبصوا للقلب على أنه مركز الفكر، عكس احنا دلوقتي دايما نقول العقل أو المخ مركز الإيه؟ الفكر. هم من يعتبروا لما يقول لك القلب، لما يقول أنقياء القلب يعني أنقياء في أفكارهم. فشاهد لكليتيه، شاهد ان الحب طالع جوه العاطفه بتاعتك مش من بره، ورقيب صادق لقلبك يعني افكارك مقدسه، وسامع للسانه يعني كلماته ايه؟ مليانه حب. بحب بعاطفتي وبحب بفكري وبحب بعملي، سواء كان كلام او سواء كان عمل باليد. فهنا يربط ما بين الحب وبين الايه؟ وبين الحكم. في الاصحاح الثاني لو بصينا بسرعه يقول ايه؟ في الايه 2 اتكلم عن اننا ولدنا اتفاقا وسنكون من بعد كاننا لم نكن قط، لان النسمه في انوفنا دخان والنطق شرارة من ضربات قلوبنا. الأشرار، ودي الفرق بين الإنسان الشرير والإنسان المقدس لربنا، أو الإنسان الحكيم والإنسان الجاهل، أو الإنسان الحامل بر المسيح والإنسان الغير حامل بر المسيح. ولاد ربنا يحسوا، دي نقطة مهمة، اننا لم نولد اتفاقا. اتفاقا يعني ايه؟ يعني باي تشانس، يعني مصادفه، او يسموها احيانا هابازارد، يعني كل شيء كان في المعنى الايه الدارج بتاعنا. الناس تقول انا لو والدي ما اتجوزش والدتي ما كنتش جيت، صح ولا كنا هنيجي؟ لا لا لا، مش موضوع والدي والدتي، ده اللي جايبني لا بابايا ولا مامتي. اللي جايبني مين؟ ده أنا في خطة إلهية واسمي متسجل على كف الله ومكتوب في سفر الحياة، وربنا عامل لي خطة من قبل ما اتخلق. شوف الفرق بين إيه؟ الإنسان البعيد عن ربنا يقول لك أنا جيت مصادفة، اتفاق، وسنكون من بعد كأننا لم نكن. فين الأجيال اللي راحت؟ فين راح جمال عبد الناصر؟ وفين نابليون بونابرت؟ وفين اسكندر الأكبر؟ وفين كل الشخصيات الجبارة اللي كانوا التاريخ بيذكرها؟ أهو كانوا وراحوا، لأن النسمة في أنوفنا دخان والنطق شرارة من ضربات قلوبنا. كل حاجة ملهاش وجود في نظر ولاد ربنا. عكس كده، ودي يمكن هنلاقيها بصورة أقوى في الأصحاح أظن السابع، في الأصحاح على ما أظن السابع يقول إيه؟ أنا دي الحقيقة لطيفة في الأصحاح السابع، آسف، في الأصحاح التاسع الآية 3 صفحة 32 يقول عن الإنسان: يسوس العالم بالقداسة والبر ويجري الحكم باستقامة النفس. والآية اللي قبلها: يا إله آبائي ويا رب الرحمة، يا صانع كل شيء بكلمتك ومكون الإنسان بحكمتك، لكي يسود الخلائق التي صنعتها
ويسود العالم بالقداسة والبر ويجري الحكم باستقامة النفس. إيه رأيكم في العبارة دي؟ سليمان الحكيم بيتكلم بلسان كل إنسان فينا، حتى البيبي الصغير، حتى الجنين اللي في البطن، يقول له: يا إله أبائي، أنت رب الرحمة، يا صانع كل شيء بكلمتك، كلمة الله اللي هو تجسد بالمسيح، ومكون الإنسان بحكمتك، حكمة الله هو المسيح، لكي يسود الخلائق التي صنعتها. ربنا خلقني عشان إيه؟ عشان إيه؟ عشان أبقى سيد، يسود الخلائق التي صنعتها، مش أبقى عبد. ويسوس العالم بالقداسة والبر، يعني تقدر كده تحط الكارت بتاعك ولا الايدنتيفيكيشن كارد كده، تقول انا سيد العالم وملك العالم بالقداسة والبر، ويجري الحكم باستقامة النفس. ايه رأيكم في العز ده؟ ربنا زي ما بيقول القديس غريغوريوس النيسي: لم يخلق انسانا ليكون عبدا. نظام العبيد ده احنا اللي جبناه. طبعا دلوقتي مفيش نظام العبيد بيتباعوا ويتشاروا، لكن في، بس بيتباعوا ويتشاروا بطرق تانية. واحد يسلف واحد مبالغ كبيرة وبعدين يقول له، يذله، ما هو ده نوع من الاستعباد. القديس سليمان الحكيم مش بيتكلم ان هو بقي ملك، لا، ده هو بيبص كل شعبه ملوك، بيقول: يا صانع كل شيء بكلمتك، ومكون الإنسان بحكمتك. ما جاش الإنسان بقت إيه أينما كان أو باي تشانس زي ما شفنا دلوقتي، لكن في خطة إلهية. كلمة الله هو اللي إيه؟ هو اللي صنع الإنسان، وحكمة الله هو اللي خلقه كونه لكي يكون سيدا للخلائق التي صنعتها. من أجل خلق الشمس، من أجل خلق القمر، من أجل أوجد كل شيء، لا ينقصني شيء، لأنه لما أقام آدم جعلوا إيه؟ داله سلطان على الأرض وعلى الحيوانات والطيور والسماء وأسماك البحر إلى آخره. فكل الخليقة التي في الأرض قدمها لكي يعيش الإنسان أشبه بملك. ويسوس العالم بالقداسة والبر، ويجري الحكم باستقامة النفس. كل ما تعيش ببر المسيح تحرك العالم. يسوس العالم بالقداسة والبر، ويجري الحكم باستقامة النفس. أحيانا أو كثيرا ما الإنسان يتذمر، يقول: ليه يا ربي الناس القادة في العالم ككل، يعني الناس الأشرار تخليهم قيادات في العالم، رئيس لشركة معينة ولا العمل معين ولا البلد معينة أو لمدينة معينة، وتقول ليه ربنا يسمح بش. حبيبي، أنت في إيديك، إذا عشت بالقداسة صار لنا قداسة وصار لنا برا، إذا عشت بالقداسة والبر وتجري الحكم باستقامة النفس، تلاقي العالم كله بين ايديك. اجمل مثل لكده مين؟ هنعمل مقارنة صغيرة بين اتنين. نعمل مقارنة بين عيلة صغيرة، بنت صغيرة. لما نعمان السورياني راح يحارب في اسرائيل، فيظهر لقي ايه بعد ما هزم اسرائيل؟ لقي بنت صغيرة شكلها حلو، قال دي تنفع تبقى خدامة ولا جارية ولا عبدة عندي، فأخذها جابها البيت عنده. هذه الفتاة الصغيرة اللي بيسميها الجارية أو العبدة، قاعدة بتشتغل معها أب ولا أم ولا كاهن ولا كتاب مقدس ولا حد يعلمها، في غربة برا بلدها. وبعدين تبص كده تلاقي سيدها حسب منطق العالم ان هو ايه داخل طالع مكشر،
وده قائد مين؟ قائد جيش أرام اللي غلب إسرائيل في وقت من الأوقات. فراحت لسيدتها قالت لها يا مولاتي، زي ما بيقول الكتاب يعني كملكة، يعني لأن هو الرجل الثاني بعد الملك هو اللي قائد الجيش. قالت لها يا مولاتي، ليا كده أحب أقول مشورة. تلاقولي. قالت لها لو سيدي ده بس يروح السامرة، عندنا في إنسان لو وقف قدامه يشفيه من البرس بتاعه. أنا ما أعرفش سيدتها دي مرات نعمان عملت فيها إيه، لكن حتما البنت وهي عيلة صغيرة كانت لها شخصيتها القوية تدخل على ستها وتكلمها في أمور حساسة. مين عبد مش خدام، عبد يعني بيتباع ويتشرى، يروح لسيده أو لسيدته ويقول لها ده لو جوزك بس يروح الحتة الفلانية يتشفي من البرص. إذا مين اللي كان صاحب السلطان؟ العيلة الصغيرة. مع أن لو احنا مكانها كنا إيه؟ نقول يا رب يعني إيه اللي عملته في دنياتي؟ حرمتني من بلدي وحرمتني من بابايا ومن مامتي ومن الكاهن ومن الكتاب المقدس، وحرمتني من مجتمع متدين، وجبتني ببلد وثنية ونعيش متزمرين صحيين نايمين متعكنين. دي إنسانة ملكة حتى ولو كانت في نظر العالم إيه؟ جارية. وقدمت هذه المشورة لنعمان. الأم مولاتها دي السيدة كلمت جوزها تقول له تصور البنت الصغيرة بتقول لنا مشورة غريبة. فحكيت له اللي حصل. قال له ماله؟ أسمع لهذه الفتاة شكلها كده بنت صاحبة سلطان. وأخذ جواب من الملك بتاع أرام، وملك أرام طبعا ما بيفهمش حاجة، كتب لملك إسرائيل قال له جاي لك قائد الجيش نعمان اشفيه من البرس بتاعه. اشفيه من البرس. راجل أول ما قرأ الرسالة قطع هدومه، قال له هو أنا إله علشان أشفي واحد من البرس؟ طب نحط البنت الصغننة دي جنب ملك إسرائيل، مين الملك ومين العبد؟ كنت بتكلم عنها قلت دي نسميها معلمة الأجيال، قاعدة تعلمنا لغاية النهاردة. الفتاة الصغيرة أظن في ملوك 5. فعايز أقول هذه الفتاة ينطبق عليها الكلمة اللي بيقول إيه؟ لكي يسود الخلائق التي صنعتها ويسوس العالم بالقداسة والبر ويجري الحكم باستقامة النفس. الحقيقة شخصية سليمان حبيتها جدا لما قريت سفر الحكمة. وهقرأ لك حتة كده من الأصحاح 7 تشوف سليمان ده شكله ايه. لو مسكت الأصحاح 7 من ما هي مشان بتنطط من أصحاح لأصحاح، لو مسكت الأصحاح 7 تشوف سليمان بيقول ايه. يقول له إني أنا أيضا إنسان قابل للموت ومساوي لجميع الناس، متحدر من أول من جبل من الأرض، وقد صورت جسدا في بطن أمي، وفي مدة 10 أشهر تكونت في الدم من زرع رجل ومن اللذة التي تصاحب النوم، ولما ولدت تنفست أنا أيضا الهواء المشترك وسقطت إلى الأرض كما هي طبيعة الإنسان، وكان البكاء صراخي الأول كما هو لجميع الآخرين، وربيت في القمط والهموم، فإنه ليس لملك بدء وجود غير هذا، بل مدخل واحد للجميع إلى الحياة وواحد لخروجه. حتى من أروع ما يمكن الست آيات دول اللي موجودين في الأصحاح 7. بيقول ربنا
صحيح أنا ملك إسرائيل وفي المجد أعظم واحد ممجد عرفه التاريخ في ذلك الحين، وأغنى واحد، وبنى هيكل سليمان للعالم كله، للنهاردة لغاية النهاردة اليهود قاعدين يحاربوا عايزين نفسهم يبنوا هذا الهيكل. إيه ده؟ في إيه؟ قال له اعترف لك بقى يا رب، انا ايضا انسان قابل للموت، كل شعبي ده ناس هيموتوا، ولا في حد مننا مش هيموت؟ فبيقول له كلهم هيموت، وانا زيهم، انا انسان زيهم قابل للموت ومساوي لجميع الناس، مش انا الملك العظيم الممجد اللي بنيت لك الهيكل الغني اللي بيجوني من أقاصي المسكون عشان يسمعوا الحكمة بتاعتي، لا، ده أنا غلبان زي كل الشعب بتاعي، فأنا قابل للموت مساوي لجميع الناس، وأنا جاي متحدر من أول من جبل من الأرض، أنا جاي ابن آدم، مش أنا من طينة والتانيين من طينة تانية، أصلي آدم وكل الشعب بتاعي أصله مين؟ آدم. إيه رأيكم في اتضاعه؟ مين رئيس دولة ولا حتى مدير شركة ينده العمال اللي عنده، يقول لهم أنا زيكم، وزي ما أنا اتولدت أنتوا اتولدتوا، وزي ما أنتوا حتموتوا أنا حموت، وزي ما أنتوا أولاد آدم أنا أولاد آدم، وأنا مساوي ليكم. ده يقولوا إيه الاتضاع ده؟ وبعدين إيه؟ وقد صورت جسدا في بطن أم. ده أنا لو أرجع لأصلي ألاقي نفسي حتة إيه؟ جنين، حتة لحماية صغيرة جوه البطن بتاعت مامتي. وفي مدة 10 أشهر تكونت، اللي هو 10 اليهود كان إيه؟ ياخدوا الجزء من الشهر يعتبروه شهر كامل، والجزء من السنة يبقى سنة كاملة. فلو كانوا الواحد 9 شهور فيبقى هو لو في نص الشهر هنا ونص الشهر هنا يبقى 11 شهر. لو مثلا بدأ بأول شهر وفضل يوم واحد يبقى 10 شهور. على اي الاوضاع يعني بيقول له ايه؟ تكونت في الدم. ده انا كنت حته ايه؟ جنين كل يوم اكبر ما سويش حاجه. ومن زرع رجل، من نتيجه علاقه بين بابايا ومامتي. ومن اللذه التي تصاحب النوم. يا مين يقول عن نفسه كده؟ يقول انا اتولدت لان والدي ووالدتي كانوا في لذه بينهم. حاجة يعني الواحد يمكن يتكسف يقولها، لكن سليمان عارف هو مين، فقال له أنا هتكبر على إيه؟ ده أنا نتيجة اللذة اللي كانت في بين والدي ووالدتي، ولما اتولدت الهوى اللي شميته هو اللي شمه كل الناس، ولما ولدت تنفست أنا أيضا الهواء المشترك، وزي ما هم انتوا عارفين الطفل أول ما يتولد أحيانا يمسكوه بالمقلوب عشان يبكي علشان الرئة تتفتح، فيقول وسقطت إلى الأرض كما هي طبيعة الإنسان، وكان البكاء صراخي. أول ما اتولدت لازم أصرخ زي كل العيال، أول ما يتولدوا لازم يصرخ كما هو لجميع الآخرين. ولما تربيت صحيح في القصر، لكن تربيت في شوية هدوم قمط للأقمار وفي الهموم، يعني حتما في مشاكل جوه البيت، فليس لملك بدء وجود غير هذا، مدخل واحد للجميع إلى الحياة وواحد لخروجهم. لما سليمان يتكلم عن نفسه يقول أنا مش أحسن من أي بني آدم في الأرض كلها، ولما يجي يتكلم عن الآخرين يقول إيه؟ يقول له أنت صانع كل شيء بكلمتك ومكون الإنسان بحكمتك لكي يسود الخلائق التي صنعتها ويسوس العالم بالقداسة والبر ويجري الحكم باستقامة النفس. عجب، متكلم عن نفسه يقول له أنا شوية تراب، وأنا ثمرة الزواج اللي بين والدي ووالدتي، وأنا اتولدت من نفس الأصل بتاع كل البشر بلا استثناء، ولاد آدم كلنا زي بعض، وأنا حموت زي ما هم ماتوا، والهوى اللي بشمه من أنا وبيبي هو الهوى اللي بيشمه أي واحد عادي، يعني ما فيش إيه لا يميز نفسه عن أي إنسان في العالم.
ولما يجي يكلم الناس يقول لهم ايه؟ يقول له انت عارف مين؟ ده انت صنعة الله، وانت خلقة اللي حكمة الله وكلمة الله، وربنا خلقك لكي تسود الخليقة ولكي تسوس العالم بالقداسة والبر. ده انت تقف في مخدعك تصلي تحرك السماء كلها وتجري الحكم باستقامة النفس. لما تعيش بار، لما تقرأ في أرمية 5 يقول لربنا الأرمية ايه؟ يقول له ممكن يا أرمية تطلع تفتش في ساحات المدينة وفي الطرق بتاعتها، وتدور لي على واحد كده يكون في رمق، يكون بيحب الحق وبيسلك بالبر. طب وتعمل ايه يا رب؟ قال فأغفر عن المدينة كلها. يا فهنا يقول يجري الحكم باستقامة النفس. لو انا عندي بس استقامة نفس، ربنا ايه؟ يغفر للقاهرة كلها. أما ابراهيم لما كان انسان مقدس لربنا بتاع الفيوم، يقولوا ما فيش حالة واحدة في الفيوم ضاعت، فيش حالة ضاعت، ولا واحد ساب ايمانه ولا اتنقل لطائفة تانية ولا انكر الايمان. هي حالة واحدة مرة قالوا له ان في بنت بتنكر الايمان، فقال روح لها. يا حبيبي ده انت اسقف، ودي في قسم يعني طبعا كان مش مديرية امن وقتها، ما اعرفش كان اسمها نسيت، لكن المهم يعني فرح فصمم انه يروح بنفسه. ولا بنتي بتنكري المسيح بتاعك؟ فشتم، فقالت له مسيح مين وغيره مين؟ قال لا خلاص يعرف شغله معاك. وجي قايم هو وامن هنا، هي وقعت ميته. طبعا العساكر والظباط اتلموا، قال اسقف قتل البنت. فرجع مالكم؟ قالوا له البنت ماتت. قال لهم طب ادوني كوبايه ميه، جابوا له كوبايه ميه، رشم الصليب، ده شويه الميه، لا قومي، قامت مسكت في رجليه قالت له مش هسيبك، انا شفت المسيح بعيني. ادي الحاله الوحيده اللي حصلت في البلد، لانه وجد انسان يجري الحكم باستقامه النفس. انسان واحد. نفسي يا رب، نفسي كده من كل قلبي، كل واحد وكل واحدة فينا يقول كده، هل ممكن أكون أنا الإنسان الذي يجري الحكم باستقامة النفس وأسوس العالم بالقداسة والبر؟ عايزين نقف عند الحتة دي لأنها مهمة في حياتنا. لما أتعامل مع أولادي ما بقاش الآمر الناهي، أنا قلت يعني قلت. احيانا كده حتى تحصل خناقه بين زوج وزوجه. لسه قريب واحد لسه يعني هو ومراته، قال لي بص يا ابونا، بقول له يا حبيبي خد ودي معاه، قال لي انا مستعد بس لو اختلفنا راي مين اللي يمشي؟ طبعا عايز يبقى ايه، يقول لك راي الراس مش الايه. مره كده واحد كان فيه كاهن من عندنا، فالكاهن بيقول له قول لها يا ابونا ان الراس هي اللي بتحرك الجسم، ان الراس هي اللي بتدبر امور الجسم كله. فالست بصت كده لابونا قالت له لو سمحت يا ابونا قول له ان الرقبه هي اللي بتحرك الراس. كل واحد عايز يحرك التاني، لكن ولاد ربنا يبصوا كده يقول انا زي البيبي الصغير ده، ما انا في يوم من الايام كنت بيبي زيه، ليه احتقر ابني وأحطم نفسيته وأقول له لا قوله يعني تنفذه يعني تنفذه؟ ليه ما علمش ابني إن أنا بحترم رأيه وباخد ودي معاه ونتفاهم مع بعض من هو وبيبي، مش لما يبقى سنه 9 و10 سنين يضيع مني، لا، من هو الطفل صغير يحس إن باباه ومامته بيحترموه. صدقوني إنسان من حوالي يمكن سنة أو سنتين جه كان بيعترف، قال لي لا تتخيل أجمل مشورة باخدها مشورة ابني. بقول له إزاي؟ قال لي لما بقعد أحكي معاه القرار اللي بيديه أحسن من القرار بتاعي، وهو متعلم، مش هقول يعني مثلا إنسان جاهل، لكن فرحت بيه إن واحد بيحترم ابنه، وحتما دي بتعكس في معاملاته مع ابنه، يقول له أنا بحترم رأيك وبحس انك انسان حكيم وبفرح بيك. امتى؟ امتى نكون زي سليمان الحكيم اللي اتكلم اقروا الاصحاح السابع، يا ريت تخططوا عليها الحته اللي قرناها، الاصحاح السابع من الايه 1 ل6، تبقى دي المنهج بتاعي في نظرتي لابني.
ان انا مش احسن منه ولا من اي طفل في الشارع ولا من اي انسان في الوجود، حتى ولو كان انسان قاتل، حتى لو كان بيضطهد الكنيسة، حتى ولو كان انسان متعب. ما اللي خلقني هو اللي خلقه. اذا كان ربنا اداني في جو حلو يمكن هو في جو وحش، وممكن هو يتغير ويبقى احسن مني وانا ممكن اتغير واضيع. يقولوا عن انبا يحنس ان لما كان يمشي ويلاقي خناقه يقعد يبكي، فتلميذه ساله قال له بتبكي على ايه؟ ناس بيتخانقوا. قال هما بيتخانقوا بكره يصطلحوا ويبقوا زي الفل، لكن انا ما اعرفش بكره اعمل ايه، يمكن انا اغلط وما توبش، فانا ببكي على طبيعتي الفزدانه المتلخبطه اللي جوايا. فمن جانب ابص لاولادي بنظره ساميه، وانهم شركاء لي في كل شيء، ومن جانب اخر احترم ابني او غيري ايا كانت ديانته ايا كان سنه ايا كانت ظروفه، واقول لو هذا الانسان تقدس وتمتع ببر المسيح يسوس العالم، واذا كان يسلك باستقامه نفس يجري الحكم كما حسب مشوره ربنا. فهنا نقدر نشوف طريقه التعامل مع اولادنا ومع الاخرين. في نقطه تانية مهمش كده، يعني نقله سريعه برضو في الاصحاح الثامن الصفحه 32 ابتداء من الايه 17 يقول ايه؟ وبعد ان فكرت في نفسي بهذه الامور واعتبرت في قلبي ان في قرب الحكمه خلودا. عرفت لو لزقت في الحكمه الموت ما يقدرش عليا. وفي صداقتها لذه طاهره، وفي اتعاب يديها غنى لا يفنى، وفي خبره على معاشرتها فطنه، وفي التحدث اليها سمعه طيبه، اخذت اطوف طالبا كيف اتخذها لنفسي. كنت كطفل حسن الطباع ورزقت نفسا صالحه، بل كنت بالاحرى صالحا فاتيت في جسد غير مدنس. ولما علمت باني لا اكون صاحب حكمه ما لم يهبها لله، وقد كان من الحكمه ان اعلم ممن هذه النعمه، صليت الى الرب وسالته وقلت من كل قلبي الى اخره. طبعا الاصحاح التاسع. سليمان الحكيم يتطلع الى الحكمه ان القرب منها، عارف لما يقولك انا اروح ايه، انا اخدت بايد فلانه، يعني اعمل ايه؟ يعني خطبها، اتجوزها. فهو بيقول ادخل نبقى قرايب انا والحكمه، تبقى هي ايه، تبقى هي العروس الخالده اللي التصق بيها، فتديني ايه؟ في قرب الحكمه خلودا. تحب تعيش خالد؟ تحب تتحدى الموت؟ تحب تتفتح السماء قدامك وتشوف اسرارها؟ التصق بحكمه الله. شوفوا اللي بيربط نفسه بالعالم، العالم حتى يسموه ايه؟ يسموها عجله الزمن. عجله الزمن يعني ايه؟ يعني لو في العجله كده في مسمار، تلاقي المسمار بيفوق وهو ماشي ينزل تحت، تسمع التكه بتاعت المسمار في الارض وتطلع بعدين فوق وتنزل تحت. العجله تتحرك وتحرك المسمار. لو لزقت في العجله، العجله تجري، تلاقي نفسك شويه فوق وبعدين مثلا على اليمين ولا على الشمال وبعدين تحت وبعدين على الناحيه الثانيه، وتقعد يلف بيك الزمن لغايه ما يدروخك، لغايه ما تلاقي نفسك دخت. التصاقنا بعجله الزمن يضيعنا. لما اصمر نفسي في كلمه الله يقول اما كلمه الله فايه؟ فباقيه الى الابد. فبيقول قرب الحكمه خلودا. لما اصمر نفسي في حكمه الله في المسيح لا اخاف الموت، لان لا المرض ولا التعب ولا المشاكل ولا الناس ولا العالم كله ولا الشيطان ولا الخطيه
تقدر تحطم. أولاد الله لما بيلتصقوا بحكمة الله يتحدوا حتى الشيطان حتى الموت. في كتاب جميل كتبه القديس يوحنا ذهبي الفم يقول لا يستطيع أحد أن يؤذي إنسانا ما لم يؤذي الإنسان نفسه. أتذكر لما ترجمته زمان طبعا قوي سميته من يقدر أن يؤذيك؟ حدش يقدر يؤذيك، أنت الوحيد تقدر تأذي نفسك. لا الشيطان يقدر يؤذيك، ولا الخطية تقدر تأذيك، ولا الناس يقدروا يؤذوك، ولا المرض يقدر يؤذيك، ولا المجتمع يقدر يؤذيك، لكن اللي يؤذي الإنسان هو نفسه. فلما الإنسان يلزق في الحكمة يتمتع بالخلود. ولذلك القديس ماري يعقوب السروجي لما يتكلم عن الزمن يقول حتى صعب قوي، يقول الزمن يلعب بيك زي الطفل وهو ماسك كرة. عارف لما تبقى في طفل وبتلعبه وتبقى ماسك كرة يجي يقرب منك تيجي حد في الكرة لحد بعدين يروح ياخد من الكرة يروح مرجع لك الكرة يلف رايح جاي رايح جاي ما ياخدش الكرة. بيقول انت تبقى زي الكرة في ايد الزمن. الصبح يقول لك خليك بالليل بصلي، يعني ما هو الليل يجي وتبقى مستريح ومبسوط ومعاك الليل كله تصلي زي ما انت عايز. يجي الليل يقول لك اصلك مرهق وتعبان خلي ايه خلي الصلوة تبقى بكرة الصبح. يجي الصبح التاني يلقفك لليل اللي جاي ويقول متى يأتي اليوم اللي فيه ايه ترجع وتتوب. فأولاد الله ما يبقوش لعبة في الزمن بينططهم زي الكرة من الليل للنهار ومن النهار لليل ومن الأسبوع للأسبوع اللي بعده ومن السنة دي للسنة اللي جاية لغاية ما يلاقي نفسه راح العمر كله، لكن في قرب الحكمة خلودا وفي صداقتها لذة طاهرة وفي أتعاب يديها غنى لا يفنى وفي خبرة على معاشرتها فطنة وفي التحدث إليها سمعة طيبة. أخذت أطوف طالبا كيف أتخذها لنفسي. عدت ألف أقول مين عنده الحكمة عشان عايز أتجوزها، عايز الإيه كيف أتخذها لنفسي أجعلها العروس بتاعتي. ولاد ربنا قاعدين يدوروا على إيه، إن يعيشوا في فرح لا يعبر عنه وفي فرح دائم لا ينتهي. يقول ايه في قرب الحكمة خلودا ويقول اطوف طالبا كيف اتخذها لنفسي فابى ادخل في صداقة معاها فيها لذة طاهرة وحتى تديني تعب ايديها فيها غنى لا يفنى وادوق الخبرة بتاعتها واخذ الحكمة بتاعتها الى اخره. لما بنلتصق من الحكمة كعريس مع عروس يخلي حياتنا دايما متهللة فرحانة شبعانة فيها حب فيها لذة فيها خبرة جميلة وفيها سمعة طيبة زي ما هو بيقول. تحب تعيش سعيد؟ تحب تعيش سعيد؟ مين مش عايز يعيش سعيد؟ التصق بالحكمة، التصق بالحكمة. كنت بحكي أظن أول امبارح ولا امبارح مع مجموعة شبان بنقول القديس أغسطينوس وهو في سن 30 سنة عملوا له إيه؟ عملوا له حفلة عيد ميلاد. طبعا دلوقتي ما بنعمل من حفلة عيد الميلاد ندور على إيه؟ فين الإيه؟ الصالة الهوتيل الكويس والصالة الكويسة والأكلة الكويسة والهدية اللطيفة والإيميلات اللي جاية من أصحابه يبتدي يحطها كده يحتفظ بيها في الكمبيوتر وكروت المعايدة بتاعت إنها إيه عايد ويقول لك أما حيطة عيد ميلاد رائع. بس هو بعد ربع يعني يعدي الليلة ثاني يوم انتهت القصة. أغسطينوس ما كانش وقتها قبل الإيمان المستقيم ومع هذا في سن 30 جت مامته
وجوه أصحاب قالوا عايزين نعمل حفلة عيد ميلاد. قال لهم أو ها طلباتك إيه في عيد الميلاد؟ قال طلباتي نقعد قاعدة مفتوحة، في موضوع عايز أطرحه عليكم ندردش فيه. قالوا اتفضل. قال كيف يعيش الإنسان سعيدا باستمرار؟ لا يكشر ولا يتضايق ولا يبقى عنده صغر نفس إلى آخره، ولا حالة إحباط. إزاي ممكن الواحد يقضي عمره كله سعيد؟ سؤال سهل ولا صعب؟ قعدوا يدردشوا لغاية ما الليلة عدت، قال لهم نكمل الليلة اللي جاية. وبعدين عدت الليلة اللي جاية، قالوا له إيه؟ قال لهم طب نعدي الليلة الثالثة، وطلع لنا كتاب لطيف اسمه The Happy Life، الحياة السعيدة. ده قبل ما يبقى إيه؟ قبل ما يدخل الكنيسة ويتمتع بربنا الحلو. لكن طلع من هذه المناقشات الثلاث أيام اللي حتما كان ليهم تأثير في حياته، أن السعادة أن الإنسان يقتني ما يشتهيه ولا يخاف أن ما اقتناه يضيع منه. يعني ممكن الواحد يقول لك ايه، ياه يوم ما خلص البكالوريوس بتاعي ابقى سعيد وفرحان ولا غلب المذاكرة دي ولا الى اخره، ويخلص البكالوريوس هي نص ساعة ويبتدي يسأل يا ترى اهاجر ولا اقعد، يا ترى الاقي شغل هنا ولا فين، يا ترى مين اللي طلع سبقني وبقي مثلا اخذ درجات احسن مني، ويبتدي يدخل في دوامة لا حصر له. وهكذا إذا اشتهى عربية، إذا اشتهى بيت، إذا اشتهى زوجة معينة غيره، كل حاجة ياخدها بعد ما يشوفها إيه خلاص بيت في إيديه ملهاش قيمة. حتى يقول إيه، يقول سليمان الحكيم المياه المسروقة حلوة، يعني الحاجة اللي جاية بالحلال ما ينساه، المياه المسروقة حلوة. ويقول أيضا باطل الأباطيل الكل باطل وقبض الريح. ويقول القديس غريغوريوس إنك العالم زي الإيه، زي شوية الإزاز الملونة. الواحد يبص كده يلاقي لعبة جميلة ولا حاجة ملونة، الله دي جميلة، أول ما ياخدها لو طفل كده شبط ولا أنا عايز يا بابا لازم تشتري لي اللعبة دي، ياخد يدخل البيت بعد ربع ساعة تلاقيه ضربها برجله وقال له أنا عايز واحدة تانية. حبيبي ده لسه دافع ثمنها. قال لك لا 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 مش دي. وهيقعد كده لغاية ما إيه لا تنتهي. الأول ما الواحد ياخد العالم يكتشف إنه زبالة زبالة. لما يقتني المسيح يكتشف أعماقه اللي جوه، نقتني الحاجة اللي ما تضيعش مننا. الحاجة الوحيدة اللي ما تضيعش مننا مين؟ إلهنا. إلهنا. لما يبقى إلهك جواك مفيش حد يقدر إيه؟ من يستطيع أن يفصلني عن المسيح؟ أشدة أم ضيق؟ أم خليقة حاضرة أم خليقة مستقبلة؟ مين يقدر يفصلني عن المسيح؟ خلي سر فرحك وتهليل قلبك وسعادتك هي هو حكمة الله أو كلمة الله أو ابن الله المتجسد، فتلاقي نفسك في سعادة كاملة. مش عايز أطول عليكم، لكن أكتفي دلوقتي بالإيه، أرجو أن احنا كلنا ننشغل ونتمتع بحكمة الله. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد. آمين.